السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أزمور وبالقرب من تجزئة سيدي يحيى. مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما كنشوفوا الساكنة بعد ما اتصلت بمراسل قناة شوف تي في، هذه الساكنة لهذ المنازل كيف ما كتشوفوا هذ المنازل الحمرين، بعد ما اتصلوا بمراسل قناة شوف تي في باش نسلطوا الضوء على هاد مخلفات البناء اللي كيجيو الكرارس بالدابة ديالهم كيجيو كيرميو. ماشي غير المكان هذا، انا غير وريتكم غير الطريق فين غادي نوريكم المكان اللي ولا عبارة على مطرح الاتربه بجميع المكونات ديالها وبجميع الانواع ديالها. كيف ما كنشوفوا مشاهده قناه شوف تي في، يعني الكرارس بالدابه ديالهم كيجيو كيرميو الاتربه، مخلفات البناء، مخلفات الاشغال كيف ما كنشوفوا، يعني في هذا المكان كامل. وخصوصا مشاهده قناه شوف تي في اننا هذا المكان هذا راه هو الطريق اللي كتدي لشارع محمد الخامس، يعني طريق رئيسيه، يعني ولات عباره على مطرح الاتربه. بالوزاش مع هذا الشيء مشاهده قناه شوف تي في، انا غادي نوريكم المكان اللي كيتشكاو منه الناس اللي ولا كيشكل خطر عليهم يحقاش، خصوصا ملي كيتحرك الريح ولا كيتحرك البرد، فكيولي كيتحرك الريح ولا كيتحرك البرد كيولي هذا المكان كامل، يعني كله بالاتربه، كله هذه المنازل ولا هذه الشراجم كاملين كيدخل لهم التراب. كيف ما كنشوفوا مشاهده قناه شوف تي في، يعني هذا المكان هذا ماشي غير هذا المكان هذا، راه الى ساريتكم هذه البلاصه كامله كلها غادي تعرفوا تلقاو باللي هذا الشيء راه باقي جديد. كيف ما كنشوفوا هذا الشيء راه باقي جديد، والساكنه ديال تجزئه ديال سيدي يحيى هي هذه، تجزئه ديال سيدي يحيى راه طالع اليوم الدم، خصوصا ملي كنشوفوا هذا الشيء، يعني ها هو التراب باقي جديد، الحجر باقي جديد، يعني مخلفات البناء هنا وهناك. فهذا نداء الناس اللي ساهرين على الشأن المحلي انه ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار ويديروا عقوبه جذريه، لا يكلفوا شي واحد انه اي واحد جا رمى الاتربه ومخلفات البناء في هذا المكان انه ياخذوا معاه ويطبقوا معاه القانون. يعني هذا المكان كله كيف ما كنشوفوا مشاهده قناه شوف تي في، هذا المكان كله ولا عباره على مطرح الاتربه كيف ما كنشوفوا. يعني انا لو بقيت واقف هنايا غادي نتصادف مع شي كروسه ولا شي موتور غادي يطلع هنايا وغادي يرمي هاد الاتربه في هذا المكان هذا. فالساكنه ديال هاد المنازل المطله على هاد المكان فكلهم طالع عليهم الدم، كلهم كيتشكاو، اتصلوا بيا قال لي عفاك راه جي هضر لينا على هذا المشكل، راه حنا كنعانيو، الناس كيجيو كيرميو الازبال ديالهم هنايا، كيرميو الاتربه هنايا، مخلفات البناء كترمى هنايا. فهذا نداء، كنتمنى النداء ديال هاد الساكنه انه يلقى اذان صاغيه، انه يجيو الناس المسؤولين انهم يجيو ياخذوا هاد الشيء بعين الاعتبار. عيب اننا نشوفوا هاد المكان انه كيجي كيترمى فيه الاتربه، كيترمى فيه الحجر. شوف يعني الزليج كل شيء، شوف يعني الناس طالع عليها الدم ملي كيشوفوا هذا الشيء كيترمى هنايا بنهار، راه كيطلع لهم الدم وتقلقوا وبغاو الناس المسؤولين انه ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار، ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار. واي واحد عنده كروسه ولا موتور ولا كيجي يرمي هذا الشيء خاصو يطبقوا معاه القانون، الا حقاش هذا الشيء كيخسر الجماليه ديال المدينه وهذا الشيء كيخسر البيئه من طبيعه الحال.
وحنا ما بعدش بزاف على مقبره مولاي بوشعيب. هذه مقبره ديال مولاي بوشعيب، حنا ما بعدش بزاف على مقبره مولاي بوشعيب، وكنشوفوا هاد العشوائيه وكنشوفوا هاد الشيء اللي كيترمى هنايا في واضحه النهار، والناس كتشكى والناس كتطالب المسؤولين انهم ياخذوا هاد الشيء بعين الاعتبار. اللي حصلوه انه يجي كيرمي التراب هنايا ولا يرمي الحجر ولا يرمي، فخاصو ياخذوا يطبقوا معاه القانون من طبيعه الحال. فالساكنه ديال تشزي سيدي يحيى راه كتشكى من هذا الوضع هذا ديال مخلفات البناء، ديال الاتربه اللي كترمى هنايا، كيف ما كنشوفوا ان كاين الطريق، يعني حتى الطريق غدا ولا بعده غادا تسد، يعني حتى الطريق بغات تسد باش غادي تسد بالاتربه وهاد الاحجار وهاد الشيء اللي كيترمى هنايا. فكنتمنى النداء ديال الناس ديال الساكنه ديال تشزي سيدي يحيى بمدينه ازمور انه يلقى اذان صاغيه ويجيو يطبقوا القانون على اي واحد كيرمي الازبال والاتربه في هذا المكان هذا. مشاهدينا قناه شوف تي في، غادي نختموا هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر. الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم ودمنا في رعايه الله، والى اللقاء. السلام عليكم.